شكرا جزيلا لك نيكولاس صديقي. فكما تعلمون جميعا لقد تركت صوتي في واشنطن نظرا لمرضي، ولكن سأبقي قلبي هنا في أثينا، ومن الصعب عدم فعل ذلك. نحن نلتقي في وقت حيث الشراكة بين دولتينا أصبحت أقرب من ذي قبل، وأعتقد أن ذلك يعكس الأولوية القصوى التي يعطيها كل من رئيس الوزراء اليوناني والرئيس الأمريكي لهذه العلاقة. قبل مجيء هنا إلى اليونان زرت تركيا كما فعل السيد دندنياس، وكلما ذهبت وكل الأشخاص الذين التقيت بهم منهم المستجيبين الأولين بالإضافة إلى العلاقات التركية والكردية وغيرها التي عملت على الجبهات الأمامية للزلزال الكبير، شاهدت من خلالهم ما هو الثمن الباهظ لهذا الزلزال الكبير عبر تركيا بالإضافة إلى سوريا. وكما فعل وزير الخارجية اليوناني التقيت مع زملائي الأتراك وزرت المناطق المنكوبة. أود أن أشكركم سيد نيكوس بالإضافة إلى الشعب اليوناني على الاستجابة المباشرة والمساعدات الفورية التي تم تقديمها لكل الذين بحاجة إلى هذه المساعدة في تركيا. ولاحقا اليوم أود أيضا أن أعبر عن امتناني لكل المستجيبين الأوليين اليونانيين الذين ردوا النداء التركي، ويشير ذلك إلى من هم اليونانيين، فهم متعاطفين وملتزمين بمساعدة الآخرين، ونعرف أن أصداء ذلك وصلت من حول العالم. هذه هي أسس هذه الدولة وهذا الشعب الفاضل. التقينا العام المنصرم حين التفينا بزيارة رئيس الوزراء اليوناني للولايات المتحدة، وزرنا أيضا الأرشيف في واشنطن العاصمة، وتكلم رئيس الوزراء عن تاريخنا المشترك وكيف أن الشعب الإغريقي القديم هو الذي أعطى الإلهام الكبير للأباء المؤسسين الأمريكيين نظرا لأسس الديمقراطية. كما تكلمنا عن أن القيم التي تسطح اليوم، فنحن دول ديمقراطية قد فنيت نفسها لتكون في المسار الصحيح من الطريق والوقوف مع الزملاء والشركاء ودفاع عن الديمقراطية من حول العالم. إحدى الأمور التي يشدد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن هي أنه في الولايات المتحدة تم تأسيس الدولة ليس بناء على مجموعة دينية أو غيرها، بل نحن تم تأسيسنا على بناء فكرة، وهي فكرة يونانية. فليس بإمكاني أن أفكر برابط أقرب بين الشعوب، رابط الديمقراطية بين الشعوبين. ونعرف أننا قد أشرنا إلى التزامنا بهذه العلاقة، ولا سيما في حين تعمل روسيا على تدمير السيادة والديمقراطية والاستقلالية الأوكرانية من حيث الحرب. لم يرد أحد هذه الحرب ولم يحب أحد هذه الحرب، ويريد الجميع أنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن. ولكن طالما أن العدوان الروسي مستمر، علينا أن نعمل معا، وذلك لدفاع عن المبادئ الأساسية بالإضافة إلى معلم ضحايا لهذه الحرب منهم الشعب الأوكراني، لأنه في حال تم الإفلات من العقاب، نعرف أن بعض المعتدين بإمكانهم القول أن في حال تمكنت روسيا من الإفلات من العقاب سنتمكن من فعل ذلك أيضا، ونحن لا نرغب بمثل هذا المستقبل. عام مرا منذ بدأ العدوان الروسي على أوكرانيا، ولكن نعرف أنه فشل استراتيجيا في شتى الطرق، وذلك يعود إلى شجاعة وبسالة الشعب الأوكراني، ولكن أيضا تعاضد والتئام الشعوب العالم التي اتحدت لدعم أوكرانيا ولمساعدتها على الدفاع عن نفسها. فمنذ الغزو الروسي نعرف أن اليونان كانت من أهم الأشخاص التي دفعت عن أوكرانيا، كما أنها فتحت أبوابها لأكثر من 20,000 أوكراني اضطروا على النزوح من منازلهم. واليونان كانت من بين أول الدول لإرسال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى المساعدات الأمنية لأوكرانيا. كما عملت اليونان على تعزيز قوات الناتو في شرقي الاتحاد الأوروبي. ونعرف أيضا أن الاستراتيجية إن الأهمية الاستراتيجية لهؤلاء الجنود كبرت كثيرا. نحن بدأنا بالعلاقات الاستراتيجية الرابعة بين اليونان والإمارات والولايات المتحدة، ونعرف أن هذا أسس لعلاقاتنا الاستراتيجية. فمنذ عام تقريبا وقعنا على خارطة الطريق لهذه التدريبات، ونعرف أن الجنود من الجيشين
اليونانية والأمريكي يعملان على تحسين العلاقات، كما نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. فضلاً عن ذلك، نعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة، ونعرف أن اليوم هناك الكثير من الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في تحول إلى الطاقة المتجددة في اليونان، ونعرف أن هذا مصدر كبير لاستثماراتنا، بالإضافة إلى أملنا في توسيع التعاون بين دولتينا. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على تعزيز أمن الطاقة في المنطقة، واستمعنا إلى السيد نيكوس يذكر هذا الموضوع. فقد اتخذنا الخطوات لضمان الأمن في المنطقة ولتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة فضلا عن حصولها على مصادر جديدة للغاز الطبيعي وغيره. ونعرف أن هذا أساسي للاقتصاد ولمجالات الطاقة، وتحيي الولايات المتحدة كل هذه المشاريع، منها خطوط الأنابيب الجديدة بين بلغاريا واليونان، وهذا يضع بلغاريا على الخارطة الجديدة للطاقة التي تشمل أذربيجان والولايات المتحدة. كما نعمل مع مجموعة واسعة من المشاريع، فنعرف أننا نتعاضد على الأمن والدفاع والبيئة والتعليم والثقافة وتعزيز الأمن القومي، بالإضافة إلى المصدي للمساعدات الإنسانية والإغاثة البيئية من خلال الحوار الاستراتيجي. كما نعمل على تجديد هذه العلاقات دوما ودائما. لكن فيما يتعلق بالموضوع الأساسي، فأنا أعتقد أنه في صلب علاقتنا هو العلاقات بين شعوبنا. فلقد ارتبط شعبينا من أفكار وقيم ومبادئ مشتركة. كما نعمل على أقدم مبدأ وقيمة في العالم، اللي هو الديمقراطية. أنا ممتنة لكم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اليوناني الذي كان قد قدم لنا هذا الاستقبال الحار، بالإضافة إلى المعلومات القيمة بشأن هذه العلاقات. ونحن نحيي هذه الاستراتيجية ونريد تحسينها للأيام المقبلة، ونحن نعتقد أنها ستكون مفيدة لشعبي الولايات المتحدة واليونان، وستعود بميزة ذات جديدة لبلدينا. وذلك يشير إلى أن الديمقراطية بإمكانها أن تكون إيجابية لشعبينا، ونحن هنا لمحاولة مساعدة مواطنين بشتى الطرق، وتعمل الحكومة على إحداث تغيير في تلبية الاحتياجات والطموحات، وهذا ما يشملنا ويساعدنا. شكراً.